زي ما شفنا مع حضراتكم في التقارير الأخيرة نجاحات أبناء النادي الأهلي في كل مكان، شفنا في تقرير خاص بالمنتخب منتخب الشباب الكابتن حمادة صدي الكابتن أسامة حسني، دايما بنجد كوادر متميزة من أبناء النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية ومن أجيال كروية مختلفة متواجدين بقوة سواء مع المنتخبات أو مع النادي الأهلي في مراحل مختلفة من فرق كرة القدم أو في تجارب خارج النادي الأهلي ولكن داخل مصر أو تجارب عربية أو أجنبية مع أي نادي ممكن يكون للاعب حظ في السفر إليه لاعبا للاحتراف لبعض الوقت أو تجارب تدريبية ربما في مصر أو في العالم العربي. وأيضا واحد من أبناء النادي الأهلي اللي حققوا زي ما شفنا في التقرير الأخير نجاحات كبيرة جدا خلال 6 سنوات و12 بطولة مع الفريق الأول لكرة القدم ونجاح كبير جدا خلال فترة قضاها بعد الانتقال من النادي الإسماعيلي في صفقة زي ما وصفها التقرير كانت من الصفقات الجماهيرية واللي كانت بتحظى باهتمام إعلامي كبير قبل ما يختتم حياته الكروية أيضا مع النادي الإسماعيلي مرة أخرى. نجمنا في هذا الحوار الكابتن شريف عبد الفضيل، أهلا بيك كابتن شريف، سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. أهلا بيك يا محمد ومشكر جدا على المقدمة الجميلة دي وبشكر فريق الإعداد اللي قدموا المقدمة الرائعة دي، وده مش غريب على النادي الأهلي دايما بيبقى حاضر بأبنائه. فأتمنى إن شاء الله إن إحنا بإذن الله نسعد بوجودك معنا وإن مشاهدي القناة وجمهور النادي في كل مكان يسعد بوجودك معنا النهاردة. حبدأ باسم يعني سؤال سريع عن اسم البرنامج، العنوان اللي تم اختياره، الشعار الرئيسي للبرنامج ده الأهلي في كل مكان. الكلمة دي بعد تجربتك الناجحة جدا مع الفريق و12 بطولة في 6 سنوات وقدر كبير من الشهرة والنجومية والنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق للنجم شريف عبد الفضيل مع النادي الأهلي، بتترجمها ازاي؟ بتشوف عبارة الاهلي في كل مكان، بتشوفها في ايه طول الوقت؟ النادي الاهلي دايما معودنا على ان هو دايما رقم واحد في كل حاجة. فانت طالما ختمت حياتك وان انت سطرت تاريخك كله جوه جدران النادي الاهلي فانت عملت قاعدة جماهيرية عظيمة ليك ان انت النادي الاهلي دايما متفوق افريقيا وعربيا وفي الترتيب العالمي دايما بيبقى متواجد في كل المناصب التدويج. فدي حاجة تحسب لأي لعيب اصلا قدومه للنادي الاهلي دايما، عشان كده بتلاقي رغبه شديده لاي لعيب انه بيكون متواجد جوه النادي الاهلي. بتلاقي صدى نجاحك وبطولاتك مع النادي في كل مكان طبعا لمكانه النادي الاهلي وقدره وسط الشعبيه الجماهيريه الرهيبه اللي موجوده وسط في المحيط الكروي حوالينا كلنا يعني. فالنادي الاهلي دايما بيبقى لينا صدى في كل مكان يعني. الحمد لله الواحد انا قعدت 6 سنين جوه النادي الاهلي 12 بطوله لم ابخل في يوم من الايام على النادي الاهلي ان انا في اي تضحيه في اي وات ايفر هي ايه دايما النادي الاهلي مدينا ثوابت كتيره قوي ويا دوبك انت من اول يوم بتخش النادي الاهلي بيزرع فيك ثوابت بتستغرب الناس دي ليه بتعاملنا كده، النادي ده مختلف بتحس. عشان كده دايما اللي بيخش جوه النادي الاهلي ليه دايما بيقول لك روح الفانلة الحمراء مع انك جاي من نادي كبير يعني بالزبط. النهارده اللي بيلعب في مصر طبعا الاهلي والزمالك قمه الشعبيه، الاهلي دايما في المقدمه، الزمالك له شعبيه كبيره جدا ايضا، لكن الاسماعيلي نادي له شعبيه له جماهيريه كبيره ومن انديه المقدمه دايما والمنافسه في مصر على اي بطوله. حسيت بالرغم انك جاي من نادي كبير ايضا وله تاريخ واسمه وشعبيته وبطولاته ان التجربه مختلفه تماما مع الاهلي. ده حقيقي، يمكن مش انا لوحدي اللي بحس ده يعني ناس كتير، انما طبعا ما ننساش فضل ربنا سبحانه وتعالى ان النادي الاسماعيلي ليه فضل كبير علينا. نادي احنا بدانا فيه حياتنا في الكوره وليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، فدي حاجات ما نقدرش ننكرها ابدا. والنادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم وليه تقديره واحترامه عند كلنا، انما دايما احنا بنقول ان النادي الاهلي مختلف في كل شيء، وبدليل ان الواحد مجرد ما بيخش النادي بتختلف كل الامور بالنسبه له يعني. ازاي؟ احنا شفنا في التقرير كنت عمال تحكي لي اسرار كتير عن لقطات وبتضحك لما بتفتكرها والتقرير بيعرضها. لحظه دخولك النادي قلت لي كان يوم استثنائي وكانت انتخابات والناس شالتك بعد صفقه التوقيع للنادي، يعني احكي لنا المشاهد او الذكريات المهمه قوي اللي فكرك بيها التقرير. يعني احنا اول ما كان اول يوم ليا في قدوم النادي كان تاني يوم صباحا، كانت بدايه الانتخابات، كان كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب كانوا موجودين في اليوم ده. في موقف بقى حصل من كابتن محمود الخطيب عمري ما انساه، فالناس لما بدات تحملنا على الاعناق واتجهنا لاتجاه الخيم الانتخابيه فالناس مبسوطه بيا الحمد لله ان انا اكون موجود زي ما انا مبسوط بيهم. اتفاجئنا ان كابتن محمود الخطيب بيقول استنى ارجع تاني احنا ما نعملش الكلام ده.
يعني شريف ما يخشش شو اعلام، ما يخشش شو عشان خاطر الانتخابات، فهمت قصدي؟ مش احنا اللي نعمل كده، هو قال مش هنستغلك في دعايتنا ان التوقيع اللاعب للاهلي وانتقاله من الاسماعيلي مش هيستغل انتخابات بالظبط. يعني دي طبعا يعني دي كانت بدايه، يعني الكلمه دي خطفتني وطول عمرها في وداني، يعني عمري ما بنساها ابدا. احترمت قيمه الجمله دي او المعنى ده. يعني كابتن محمود الخطيب بصراحه اول ما دخلنا قال الجمله دي في وشي على طول، والناس حتى الناس اللي كانوا شايلين اتخضوا كلهم ورجعنا تاني. كنت زعلان بقى انك هتنزل ولا لا؟ بيني وبينك يعني كنت زعلان من فكره انه مش هقدر دلوقتي استمتع بحفاوه الجمهور بيا، لان ده يوم النادي فيه زحمه. ده حقيقي. والاخبار في الاعلام عن صفقه انتقالك، يعني اكيد بيبقى مستمتع بالاستقبال بالشكل ده. طبعا. وبعدين يعني سبحان الله بتبقى حاجه عند ربنا ان انت تبقى تيجي في اليوم ده. يعني اول يوم ليك جوه النادي الاهلي هو يوم الانتخابات، فكان في طبعا النادي كله كان لها وقع مختلف عندك. طبعا يعني استقبال الناس في شفت في المقدمه ان الناس كلها كانت موجوده والناس كلها كانت مبسوطه وبرضه حاجه تحسب لكابتن محمود والاداره، يعني ده الطبيعي. يعني عندهم فصل بين امور طبعًا. كره القدم وعدم استغلالها دعايه لاي مجلس او لاي مجموعه في الانتخابات. ده حقيقي فعلا، ودي حاجه مش جديده. دي القيم والمبادئ اللي دايما بيتكلم بالزبط. عنها كل من يعرف ويدرك المعنى الحقيقي لقيمه ومبادئ السمه الحقيقيه للنادي الاهلي، وده الطبيعي. طيب قلت كمان اكتر من حاجه عن لقطات شفتها في التقرير، قلت اليوم ده كان في حاجه استثنائيه جدا، وكابتن سيد عبد الحفيظ كنا مسافرين الجونه كان عندنا مباراه، يعني احكي لنا كل الذكريات اللي فكرتك بيها اللقطات اللي كانت في التقرير. ده احنا كان عندنا ده يعني انا عمرها ما حصلت معايا دي، بس دي حصلت يعني اللقطه دي. كان كابتن سيد عبد الحفيظ كان مدير كوره ساعتها في الوقت ده، وكان كابتن محمد يوسف هو المدير الفني. كان عندنا مباراه القطن الكاميروني في قبل نهائي افريقيا، قبل نهائي افريقيا لما كنا بنلعب في الجونه. فميعاد الطياره كان الساعه 3 عصرا. انا قفلت تليفوناتي وخلاص وصحيت بدري وخلاص وتمام وجاهز عشان لا جاهز ان ميعاد الطياره الساعه 6. انت واخد ميعاد خلاص الميعاد واخد ميعاد تاني خلاص. فانا خلاص قافل تليفوناتي عشان المعسكر وكده، فما بردش على حد وقافل تليفوناتي وتمام وظابط مواعيدي. ورحت جاي نازل رايح على النادي ما لقيتش حد. كان ميعاد الطياره الساعه كام بقى؟ كان الساعه 3 3 رحت متاخر يعني بالظبط، رحت بعديهم في كل حاجه. بس الحمد لله ان انا لحقتهم في ميعاد التمرين. لو ما كنتش لحقتهم في ميعاد التمرين ما كنتش هلعب. طيب رغم الصرامه المعروفه عن الجهاز الفني ومدير الكوره والمدير الفني دايما في اي مرحله في النادي الاهلي، هل تفهموا ان الواقع دي طبعا كان خطر غير مقصود؟ يعني ليه؟ لان شريف انا الحمد لله عمري ما تاخرت عن تمرين دقيقه. يعني ما فهموا ان الواقع كده، يعني ان كلامك فيه صدق وانه ما توقعش عليك عقوبه. لا اتوقع طبعا عقوبه، اتوقع عقوبه، لا مفيش هزار، لا ما فيهاش هزار. العقوبه دي شيء اساسي ان خلاص حصل، حتى لو انت مش عن عمد او مفيش اهمال منك. انا فاكر ثلاثه ما كنتش واخد المعلومه صح، دي مسؤوليتك انت كلاعب، مطالب ان انت تتاكد من مواعيد كل شيء موجود. يعني الجدول عندك 1 2 3 لازم الثلاث خطوات دول تبقى عارف موعدهم مظبوط جدا. عندك الاداري لازم تساله ده خلاص في خروج عن النظام المتعارف عليه، يعني وقعوا العقوبه ده لازم يبقى فيه عقوبه. لكن على المستوى الشخصي ما كانوش مستنيين منك، فهموا انها خطا غير مقصود بالظبط، بس يعني عشان ما يكررش كان في عقوبه بقى لازم تكرر. ده طبيعي ودي سمه من سماتهم. يعني في انديه ثانيه على فكره حاجات زي كده ممكن يتغاضى عنها وبالحب وبتاع تمشي. هنا بقى النقطه، هنا في رولز موجوده لازم الحاجات دي، الحاجات الصارمه دي تبقى موجوده، انما المحبه اوكي موجوده، انما في الشغل في الاحترافيه مفيش محبه، وده اللي موجود جوه هنا. هنتكلم شويه عن تجربتك مع النادي الاهلي، ال 12 بطوله مشوارك او حجم البطولات طبعا اللي عملت شهره واسم الكابتن شريف عبد الفضيل كلاعب كره، طبعا رغم نجاحاتك اللي حققتها في الاسماعيلي وكان اسمك في الوقت ده مطلوب. يعني انا اتذكر حوار مع فيو بوكير المدير الفني الالماني اللي كان متولي نادي الزمالك، قال عن الاسماء اللي كان عايز يضمها للزمالك في الوقت ده، قال منهم شريف عبد الفضيل. ده كان في حوار مباشر معانا، واتذكر ان اسمك كان مطروح بقوه للصفقات اللي مهتم بيها الاهلي والزمالك في الوقت ده. تجربتك مع الاهلي البطولات اللي حققتها بتعني ايه بالنسبه لك مع نهايه مشوارك كلاعب؟ شايفها ازاي تجربتك كلها مع الاهلي؟ بتقيمها ازاي؟ انا شايفها، انا كنت اتمنى ان انا ازود التجربه دي باشياء كتيره، بس طبعا هي حته توقفت قصة الإصابة والحاجات دي، طبعا دي حاجات خارجة عن إرادتنا كلنا، كنت أتمنى إن أنا أفضل أستمر فيها بشكل كبير يعني. بس الحمد لله يمكن إن أنا توقفت هنا لعظمة ومكانة البطولات اللي أنا حققتها، لأن إحنا حققنا بطولات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي. كنت محظوظ بالجيل ده، كنت جداً مع جيل مميز جدا، والتوقيت كمان كان صعب جدا إن أنت تحقق فيه أي بطولات. أنت بتتكلم في وقت ما كانش فيه كوره خالص في مصر، مفيش اي حد بيلعب كوره، ما بتلعبش حتى ماتشات وديه، مش عارف تعمل ماتشات وديه، وربنا يكرمك وتاخد بطوله افريقيا. الوقت ده كان الاضطرابات السياسيه والامنيه اللي حصلت معطله النشاط الرياضي ومأثره على كل حاجه طبعا. احداث في البلد، فما كانش فيه كل ده، فان انت تاخد بطوله افريقيا وبعديها تاخد بطوله افريقيا وتروح بطوله عالم الانديه في اليابان وترجع تاخد بطوله افريقيا وتروح بطوله العالم الانديه في المغرب،
في التوقيت ده ان انت تاخد البطولات العظيمه دي، والناس الحمد لله حاسه بقيمه البطولات دي وحاسه بالناس اللي كانت موجوده. هو ده اللي بقول لك عليه بقى، ان انا التوقيت ده الحمد لله يمكن الواحد ليه ذكرى كويسه مع الناس عشان كده. طب كلمنا عن الصور اللي شايفينها على الشاشه دي، فاكر اللقطات دي اثناء طبعا كنا في الطياره ساعتها، كنا رايحين في زامبيا تقريبا، كنا بنلعب فريق مازيمبي الكونغولي. فدي مره كنا قاعدين في الطياره انا وبركات ودريكا وسيد بنقعد بقى وقت طويل، جاي بنسافر بقى 12 ساعة. جيل مميز جدا يعني، شفنا في مجموعة اللقطات دي اهو قدامنا بركات، ابو تريكا، سيد معوض، احمد حسن في اللقطات اللي قبلها، خالد بيبو، ياسر رضوان، حسام غالي، شريف اكرامي، شايفين مجموعة غنية جدا. هل كنت سعيد بان المجموعة دي او القدرات دي في اي فريق بتخلي كل لاعب يطلع افضل ما عنده او كمان يظهر بمستوى ما ظهرش بيه مع نادي اقل في الامكانيات؟ ما انا قلت لك يعني، شفت انت قيمه البطولات اللي احنا خدناها وقوه البطوله نفسها، ان انت بتاخد البطولتين افريقيا وبعدها كونفدريشن كاب الكونفدراليه في الظروف اللي انت فيها دي، يبقى كان لازم يبقى معاك الاسامي دي. في صوره كمان فيها ضحكه صادقه جدا مع كابتن الخطيب، يعني لقطه ظهرت فيها مع كابتن الخطيب في الصوره دي، خاصة كنا مع ايه الحاجات، اهي الصوره قدامنا، ايه الحاجات اللي فاكرها انه اتعلمتها من كابتن الخطيب ومش هتنساها؟ اهم الحوارات اللي دارت مع بدايه رحلتك في المشاركه مع النادي الاهلي وبعد انضمامك للنادي مباشره، ايه اكتر حاجات فاكرها سواء نصايح او توجيهات او حاجات اكد لك كابتن الخطيب ان ما فيهاش هزار طالما انت في النادي الاهلي؟ لا، كابتن الخطيب يمكن اول مره اول دخولي النادي الاهلي كان تاني يوم راح جاي بعث لي، رحت له المكتب قال لي يا شريف احنا انت لعيب كبير وذو قيمه عندنا، احنا محتاجينك ان شاء الله ما تسمعش لاي حد في الاعلام خالص، ما تتكلمش مع اي حد خالص، الاعلام كله هيبقى عامل عليك ستريس. ده حقيقي فعلا، انا طبعا كانت قصه ان انا انتقل مباشره من النادي الاسماعيلي. وسائل الاعلام بقى طول الوقت كميه حوارات مطلوبه الاعلام الزملكاوي كان شادد عليا شويه، انتقادات او هجوم عليك. طبعا والاسماعيلي نفس الكلام، فكان هو مطالب ان هو يبقى سبورت معايا، فقال لي بص، سياسه النادي الاهلي احنا لا ننساق لاي كلام، احنا لينا شغلنا، بنركز شغلنا بس، ما تسمعش اي حاجه، احنا عارفين قيمتك كويس عشان كده احنا جبناك، اشتغل ومالكش دعوه بيها وما تردش بقى على اي هجوم عليك. قال لي اشتغل، مش عايزين نسمع لك تصريحات، اشتغل يعني. وما ترد ومالكش دعوه باي حد، شغلك بس. دي كانت اول لقاء ليا بيه وما شفتوش بعد. وعملت كده فعلا، بدات تركز في شغلك مع الفريق، تمريناتك، ماتشاتك، وما تركزش في اللي بيتقال في الاعلام في الوقت ده خالص. ده حقيقي طبعا، تم تنفيذ الكلام ده بشكل صارم والحمد لله، يمكن ودي النتيجه الحمد لله. كانت فتره فعلا كان في مفاضله بين اكتر من عرض، لانك كنت عامل نتائج كويسه جدا واسمك لامع جدا مع الاسماعيلي في الوقت ده، وبدا الحديث عن انضمام لواحد من انديه القمه وفي مقدمتهم الاهلي، واسمك طرح برضو انه مطلوب للانتقال للزمالك. هل كان في اكتر من عرض قبل انتقالك للاهلي؟ فضلت يعني بين العروض دي اخترت الاهلي؟ ما هو كان في ساعتها الزمالك وكان في الاهلي وكان في حاجه كمان من بلجيكا ساعتها في الوقت دوت، بس انا طبعا يعني الكفه كانت ارجح للنادي الاهلي في كل شيء يعني. يمكن احنا يعني اتكلمت قوي كتير قوي في الموضوع دوت، ان احنا كان عندي المقابل المادي كمان كان جاي لي مضاعف اللي كنت هاخده في النادي الاهلي. شوف في رحلتك في اوروبا، لو في بلجيكا ولا هنا مصر. ده اللي هنا كان عندك عرض مالي اعلى كمان وناس كتيره توسطوا في الموضوع بتاعنا. لا خلاص، هو يعني هو قرار النادي الاهلي، مفيش راجعه فيه. ليه حسمت الامور بان انا عايز اروح الاهلي حتى لو يعني عندي عرض مالي؟ من الاول كده انا حاسمها، من الاول كده احنا لما جينا اتكلمنا اصلا في البدايه ان النادي الاهلي، بس مجرد ما هو رغب، هو النادي الاهلي اصلا كان عايز قبلها 3 سنين كمان يعني، هو من قبلها المفاوضات دي قعدت فتره طويله، المفاوضات شغاله اوريدي. فانا اوريدي يا جماعه، انا نفسي اكون موجود، ده شرف لينا. كنت بتقول ده لمجلس اداره النادي الاسماعيلي ان رغبتك الانتقال طبعا لها. ما هو النادي الاسماعيلي خلينا نكون صراحه، هو مش هيقدر يطلعك مباشره للنادي الاهلي، يستحيل. بتبقى صفقه الجماهير بتاخدها بحساسيه شويه، بيبقى في دايما حاجات في منافسه شديده وجماهيريه، ودايما تاريخ لقاءات الفريقين في ابعاد خاصه بانه مش عايزين نجمنا او نجم من نجومنا يروح الاهلي، ودايما الجمهور بيبقى مش موافق على ده، او تحديدا يقول الاهلي ما يخطفش نجومنا او ما ياخدش مننا النجوم. ده حقيقي يعني. انا اقول لك نقطه مهمه برضو، ان مثلا مجالس الادارات بتهاجم في الاسماعيلي بالذات، ان هو دايما بيفرط في نجومه بالذات لنادي الاهلي. فلو مع وجود مجلس الاداره الحالي المهندس ابراهيم عثمان تقريبا، يمكن هو مشد يعني في شده قوي وصرامه في ان هو ما يطلعش اي لعيب للنادي الاهلي. انا شايف ان ده احترافيه. باشمهندس ابراهيم ذو خبره وقادر ان هو يتعامل مع الامور دي بشكل كويس جدا. هي الكوره كده، احنا في زمن احتراف. اللعيب ما هو طول ما هو عندي وهو مش مرتاح مش هيديني، مش هيأدي بشكل كويس جدا، مش هقدر يديني القوه اللي انا محتاجها في التيم.
يبقى انا استفيد منه احسن ماديا طالما انا اوريدي عندي قصور في النواحي الماديه. ده الطبيعي في كره القدم وده الاحتراف. انا نفسي بس يبقى عندنا حته الاحترافيه شويه نبص لده. ما فيش بقى تقول لي ابقى قاعد في النادي ده ما امشيش عشان ما اروحش للنادي الثاني. ما تروح مع انديه اوروبا كلها لعيب بيبقى هنا النهارده. انت عايز تفكير يبقى عملي اكتر من كده، احترافي. اما البعد الفني يا اما البعد الاستثماري بالظبط، عشان اللعيب هتخسره كده كده. اللعيب مش هيقدر يديك. في تجارب رائعه لنجوم كانوا مميزين جدا في الاسماعيلي واضافوا كتير واستفادوا كتير بخبراتهم مع النادي الاهلي وحققوا بطولات وشعبيه ونجوميه اكبر، وكمان مستواهم الفني زاد مع انضمام لمجموعه كبيره من النجوم في النادي الاهلي، فكمان اللاعب نفسه بقى حاجه تانية خالص، يعني مستواه بقى مختلف، تاثيره في المنتخب، حجم شعبيته، تجارب ناجحه جدا بالظبط. يعني بيروح الفرق فريق النادي الاهلي بيضيف للنادي الاهلي وكمان بيضيف للمنتخب وبيضيف لنفسه. اهم حاجه ان انت كمان بتضيف للمنتخب، يبقى هي دي. يبقى احنا لازم يبقى لنا بعد في نظره اللعيب. اللعيب ده ايه التطور بتاعه، هيوصل لغايه فين؟ احنا ما عندناش دي الرؤيه فيما بعد ايه اللي هيحصل، ده اللي مطلوب مننا. طب واتحلت ازاي؟ يعني اتحلت ازاي؟ لانك قلت ساعتها المجلس كان بيقول انه مش هيقدر يخليك تروح مباشره من الاسماعيلي للاهلي. ده حقيقي حصل بقى حاجات اداريه بين تفاهمات، حاجات صغيره كده بدات تحصل بشكل مباشر غير مباشر. ده طبيعي. يعني انت عندك مثلا قصه نيمار ان هو يبقى الشرط الجزائي دي الناس تلاقي الفلوس داخله النادي، خلاص نيمار راح بي اس جي، بقى في باريس سان جيرمان خلاص. فالحاجات دي هي دي الاداريه. فده طبيعي جدا في الكوره. تمت الحمد لله امور اداريه بشكل مبسط وسريع وتمت في منتصف الليل. كابتن شريف، هنتابع معاك ومع مشاهدينا تقرير اخر بيتناول المسيره الناجحه والاكثر من رائعه حاليا للنادي الاهلي، ونعود لاستكمال هذا الحوار بعد ما نسمع بعض الاراء اللي بتتكلم عن حجم النجاح اللي بيحققه الجيل الحالي من اللاعبين في النادي الاهلي مع الجهاز الفني الحالي بقياده الكابتن. شفنا مع حضراتكم التصريحات سواء لواحد من اصحاب موهبه من اعلى وافضل المواهب في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه، النجم الكبير وليد صلاح الدين اللي كان طبعا بيمتعنا بمهارته الاستثنائيه واهدافه مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وايضا من زملائنا ومن نجوم الاعلام الرياضي الكابتن كريم حسن شحاته ورايهم في النادي الاهلي وتالقه في هذه المرحله. كابتن شريف عبد الفضيل، رايك ايه في التصريحات اللي قالوها عن النادي الاهلي وانه الافضل بفارق كبير عن اقرب المنافسين فنيا وبالنتائج في المرحله دي؟ لا طبعا، يمكن هو الكابتن وليد صلاح بدا بكلامه وقال لك يعني خلصت فيه كل الكلام. يعني ده حقيقي، يعني دي الكلمه اللي لازم نقولها كلنا دايما. النادي الاهلي لما بيتصدر الدوري العام او بيتصدر اي بطوله صعب جدا ان انت تلاحقه في اي شيء. وبعدين بقى كمان تضيف الابداع في كرة القدم، بقى في ابداع عند النادي الاهلي، امكانيات رهيبه عند اللعيبه. كابتن حسام البدري زرع فيهم التنظيم الجيد قوي في الملعب، التكتيك على اعلى مستوى. مش اللعيب اللي هيلعب مين هو الاسم اللي موجود عندي، مش ده اللي يلعب وخلاص. انا اللعيب اللي هينفذ عندي هو اللي بيلعب، وده بانت قوي شخصيه الكابتن حسام البدري في اداره المباريات اللي فاتت يعني. وطبعا والكابتن كريم حسن شحاته اتكلم في النواحي الفنيه بقى وقوه النادي الاهلي وثبات المنظومه ككل وكاداره وكمدير فني وكلعيبه. هو النادي الاهلي فيه كل شيء، منظومه كامله متكامله، ده نجاح اي شيء يعني. طيب هرجع لكلامك عن تفاهمات الاهلي وقدرته دايما على التواصل. يعني النادي الاهلي ومجلس ادارته دائما حريص على اللي ما يطلق عليه يعني اذابه الجليد، او ان ما يبقاش في اي خلافات مع اي نادي في مصر، منها بالتاكيد انديه القمه، منها الزمالك، منها الاسماعيلي، الانديه اللي لها اسم وتاريخ طويل في كره القدم المصريه والعربيه والافريقيه، ولها طبعا وضع خاص شعبيا وجماهيريا. عايز اكلمك عن تعامل النادي الاهلي وحرصه بنفس الدرجه على ابنائه، على اولاده في مرحله التفاوض، في مرحله التجديد او حتى انهاء التعاقد. العلاقه الطيبه اللي احنا شايفينها بينك وبين النادي الاهلي وهذا الكيان حاليا، رغم انك ما كملتش مع النادي فتره من الفترات اختلفت الرؤى وقررت تستمر والنادي كان له راي تاني فني فرجعت الاسماعيلي لفتره، لكن شفنا انك حريص على الاهلي، مفيش خلاف، مفيش انتقادات، فضلت من القريبين للنادي وفضلت من الناس المحبه للنادي، عشان كده النادي الاهلي كمان بيقدر شريف عبد الفضيل. ده حقيقي. يمكن انا ما جيت جددت في الفتره اللي قبل مرحل فيها من النادي الاهلي مباشره، كنت تماما خلاص انا جددت كمان ثلاث مواسم، وكان معايا محمد ناجي جده كمان، فجينا بعد كده ان في قرار
ان هو لا يعني شريف كفايه كده، جده كفايه كده، لا في ناس تانية جايه وكده. فده حاجه انا بس الجون اتعاد كذا مره واحنا بنتكلم، فلازم تعلق على الهدف الجميل ده ونرجع نكمل كلامنا عن مرحله التفاوض والتجديد في فتره من الفترات وعدم الاستمرار والعوده للنادي الاسماعيلي مره تانية. كلمنا عن الهدف ده. الهدف ده انا كنت دايما في التدريب باخد كوره كده لوحدي حوالي 10 مرات بعد كل تمرينه كده، اقعد اصوب مع نفسي، وكنت انا دايما متعود ان انا اشوط الحاجات البعيده يعني. ده تكليف من الجهاز ولا ده رغبتك الشخصيه في زياده الجرعه؟ لا هو بيبقى تكليف من الجهاز. طب بص، ضربات الركنيه، ضربات الثابته، ضربات الجزاء كلها بتبقى مكتوبه في الورقه مين واحد واثنين وثلاثه. شريف الحاجات البعيده هو اللي بيشوطها، القريبه هيبقى بوتريكا مثلا. حتى بوتريكا ساعتها قال لي ما تشوطش، عايز اعملها بليسي، عايز يرفعها يعمل كروس للناس تلعب بدماغها وكده. تقول لا لا سيبها اشوطها. يعني انا صممت ان انا اشوطها. وخلي بالك يعني انا يمكن كنت بتتمرن على التسديد بعد يعني خلال فتره التدريبات من المسافات دي. ده حقيقي على طول. وبعدين انا الحمد لله كنت عندي القدره ان انا اشوط من مسافات ابعد من كده وفي كذا زاويه. بس انا وماتشات كتيره جدا شاركت في وشوط فاولات كتيره جدا وكانت قريبه كتيره جدا انها تخش في اكتر من لقاء، وكانت حاجات كويسه. بس جت فتره بقى بعدت عن ليه مش عارف، لقيت نفسي بعدت. لا يعني عن التسديد. محافظ على نفس الوحدات وجرعات التدريب في التسديد ولا كنت قللتها وشغلت الجوانب الفنيه ثانيه فاثرت عليك؟ والله بدات ساعه الاحداث السياسيه اللي حصلت وبالذات احداث بورسعيد بصراحه. يعني انا نفسيا تعبنا كلنا نفسيا الفتره دي شويه. مش عايزين طبعا نعيد الكلام ده عشان الواحد بيحس. طبعا كان فتره مؤلمه وممكن ايامها كل لعيب او كل جهاز فني بيأدي الواجب اللي عليه، بس عارف ما بيجودش او ما بيقدمش بقى حاجه. ما حدش انا اول اصابه فعلا جات لي بعد الاحداث دي على طول. من ساعتها بدات تتوالى الاصابات عندي. تجي لي على فترات كده. ورابطها بالبعد النفسي، الازمات النفسيه. طبعا نفسيا كانت مشكله بالنسبه لي. من بعد الاحداث دي فعلا انا اول مره اصاب في اصابه عضليه. انا عمري يعني انا اول اصابه عضليه كان عندي 29 سنه. كنت قوي بدنيا، كنت من اللاعبين الحمد لله. انا بدنيا عاليه جدا، ما فيش حاجه اسمها. كنت دايما محافظ على نفسي كويس، انا بدري واصحى بدري وباكل كويس ومواظب على التدريبات في ميعادها. ومش من اللاعبين اللي كانوا يحتاجوا اطالات خلال المباراه، ما يجيلكش؟ لا لا ما فيش الحمد لله عمري. مش من اللاعبين يعني الحمد لله مهما كنت بعيد. انا فاكر الماتش ده كان مع كابتن محمد يوسف برضو، وكنت بعيد جدا عن المشاركه. خلاص فجي قال لي شوف انا هلاعبك، ولعبني باك رايت. باك رايت دي محتاجه مجهود مضاعف، ان انت تبقى بتلعب في افريقيا. سبرنتاتها كتير قوي دايما. بص في افريقيا ماتشات، وبعدين كنت بلعب على لعيب سريع جدا. اللعيب ده كان حاجه يعني. بص ده ما بيعملش غير ان هو يقعد يجري. انت والله يعني فالمجهود اعلى عليك في ماتش زي ده. فدايما كنت باجي في الاوقات اللي هي الصعبه دي فاشارك فيها. الحمد لله كان عندي القوه ان انا اقدر اعمل ده. خلاص دي كانت الساعه 3 الظهر مثلا، ملاعب وحشه جدا، ملاعب سيئه، جو صعب مش متعودين، درجته عاليه، رطوبه، الحراره عاليه جدا ورطوبه عاليه جدا في نفس الوقت. بس يعني فدي كانت من الحاجات الصعبه قوي يعني الواحد مرت عليه. حته ان انت تبقى يمر عليك حدث نفسي زي اللي حصل في بتاع بورسعيد يعني. فالحمد لله ان الامور عدت على خير، وان شاء الله ان شاء الله يعني المشكلات دي او المشاهد المؤسفه دي ما تتكررش تاني، ويعني نستمتع بالرياضه وبملاعبنا بشكل مختلف في الفتره الجايه، ويبقى في وعي جماهيري اكتر، في امور تنظيميه افضل، كل شيء يسير في اتجاه ان احنا كلنا حاجه واحده، كلنا مجتمع واحد. ومفيش ده موجود مهما كنا بنحب انديتنا وبنشجعها، يبقى بعيد عن العنف، بعيد عن التطرف، عن التعصب، ونقدر نستمتع ونشجع انديتنا مهما كانت درجة حبنا، ولو بدرجة فيها جنون في حب أو تشجيع أي نادي، بس من غير ما يكون في إيذاء لأي شخص يعني. ده نبعده إن شاء الله عن تفكيرنا تماما الفترة الجاية. كل الأندية المصرية بنبدأ بنفسنا دايما، ونكون الأهلي هو القدوة، والكل يكون بيتحرك بنفس الشكل إن شاء الله. أرجع للتفاوض مع النادي. قلت أنه حتى في مرحلة إنهاء التعاقد وعدم التجديد وعودتك للإسماعيلي كان ده في إطار من المودة ومن الاحترام المتبادل والمحبة للنادي ولك. ده حقيقي. يمكن بعد ما حصل ده انا يعني انا كان موقفي قوي جدا ان انا ممكن ارفع دعوه على النادي الاهلي واكسبها بشكل، لان انا تم فسخ التعاقد في وقت كان صعب جدا. انا وجده في نفس الكلام. فيمكن انا قعدنا انا وجده واتكلمنا، ويمكن في اكتر من كذا محامي جانا وناس من سويسرا وحاجات مضمونه 100%. اللي هو بقى بيتعرض عليك كمان عندك فرصه كويسه. قلت لهم يعني الموقف صعب قوي، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت عايزني انا ارفع دعوه على النادي الاهلي؟ لا طبعا مستحيل. النادي الاهلي نفسه هو ما كانش طرف في الموضوع. انت عندك طرف تاني اللي هو الجهه اللي نفذت القرار. مين هي الجهه اللي نفذت القرار؟ هي بتبقى طبعا اتحاد الكوره هو اللي نفذ القرار دوت. فدي بنود عنده في اللوائح الداخليه في اتحاد الكوره، هي صاحبه القرار ده. النادي الاهلي اوريدي قال له حط مبلغ معين في اتحاد الكوره وخلاص، يبقى انت كده التزمت بالبنود الماليه بالظبط. فالنادي الاهلي بره
القصه اصلا يعني انت فاهم قصدي او التزم ماليا وهو بينهي التعاقد او يعني لا يكمل التعاقد باي شكل يبقى بينهيه بالبنود والالتزامات اللي عليه ماليا بالظبط كده ويمكن ده اللي حصل بشكل ودي بيني وبين النادي الاهلي لان الناس يمكن حتى اتكلمت مع كابتن سيد عبد الحفيظ ساعتها ورئيس النادي السابق واتكلمنا بشكل ودي جدا الناس قالت لي كل حقوقك موجوده وكل في انا ناس كتير بيتم المحافظه عليه بالظبط يعني عمره ما بيخسر ده وبعدين عمره ما حد في مصر يقدر يرفع دعوه على النادي الاهلي مستحيل يعني ممكن حد من الاجانب اوكي يحصل حاجات معينه كده ده موضوع تاني انما احنا عمرها ما حصلت ان في لعيب يرفع دعوه على النادي الاهلي اللي هو اللي اتعلم ودخل النادي ونجح معاه وعرف قيمه بالزبط. المكان ده فانا يعني انا احتراما للنادي الاهلي انا ياما فرحت وياما خدت بطولات هنا وحصل احداث مؤسفه وحصل حاجات كتيره فبقى في ربط بينه وبين النادي الاهلي غريب حاجات محزنه كتير حصلت وحاجات مفرحه كتير قوي في اوقات صعبه قوي فارتبطت بيه عاطفيا جدا ده اللي حاصل يعني انت ليه دايما تقول شفت بس انت بتحب هنا قوي بحبه عشان ده ارتبطت قوي بالاحداث اللي حصلت الكتيره دي ما بتلاقيهاش في اي حته وحققت بطولات الحمد لله انا بعتبرها عظيمه لان هي كانت فضلت في الوقت ده ارجع استكمل تجربتي كلاعب كره بالزبط. ولو بعيدا عن النادي الاهلي بس بشكل تفضل فيه العلاقه الوديه والانسانيه دي بالظبط لان ده لقيته منهم بصراحه رده فعل جميله منهم وناس ما باي حاجه انت عايزها تتنفذ لك باي شيء لا قلت لهم لا طبعا ولا هرفع دعوه عمري ولا بتاع الموضوع خلص وخلاص انتهت في ثانيه طيب انا هكلمك عن بعض الامور الفنيه سواء الخاصه بيك او بالاهلي في الفتره دي لكن مش ممكن نمر على مباراه اليوم اللي انتهت منذ قليل واحنا مع بعض دلوقتي بنبدا اللقاء ده بين الاسماعيلي وامبي وفاز فيها امبي بهدفين نظيفين الاسماعيلي لعب المباراه رقم 24 وتوقف رصيده عند النقطه 46 اولا ده طبعا على المستوى الشخصي لينا كمشجعين للنادي الاهلي محبين للنادي فريق عمل في القناه جمهور واعضاء النادي ومجلس اداره اكيد على مستوى المنافسه اللاعبين والجهاز الفني في الاهلي الكل سعيد باتساع الفارق فارق مع اقرب منافس هنا الاسماعيلي اصبح 17 نقطه ولكن في حسابات خاصه بوجود نجم كمان من نجوم النادي الاهلي والاسماعيلي معانا في الاستوديو شايف ازاي مسيره الاسماعيلي في الوقت ده وتراجعه بعد ما كان بدا الموسم بشكل اكتر من رائع انا كنت معاك في حلقه قبل كده واتكلمنا مع بعض في الموضوع ده قلت لك الاسماعيلي هيتراجع قلت لي ازاي ما هو في المركز الاول قلت لك لا هيتراجع الاسماعيلي لان انا عايش جوه النادي وعارف اللي بيحصل في النادي هنا بنتكلم على المنظومه ككل فيها في خطا فيها خلاص فدايما طالما في حاجه في المنظومه في خلل ما هياثر بالسلب على اي عنصر جوه المنظومه دي فاكتر عنصر بيتضرر هو فريق كره القدم بالذات في النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي يمكن النهارده مثلا حصل لقطه ما عجبتنيش الاسماعيلي جاله ضربه جزاء في الدقيقه 40 اللعيب عمر الوحش هو الشوط الاول الشوط الاول في الدقيقه 40 وكانوا 0-0 النتيجه عمر الوحش هو اللي جاب ضربه الجزاء فهو مسك الكوره انا تعاملت مع عمر الوحش وتعاملت مع معظم الجيل اللي موجود ده وشاركت معاهم الموسم اللي فات يعني فانا عارف العقليه عمر الوحش كان يمكن بعيد عن المشاركه فعايز يرجع للمشاركه فهو جاب ضربه الجزاء فهو عايز يشوطها فانت اوريدي بيبقى فيه في اوضه اللبس المدير الفني حاطط واحد واثنين وثلاثه اللي بيشوط متوزعين كده فما ينفعش انت كلاعب في ممكن تحصل رؤيه فنيه مثلا المدرب شايف ان اللعيب ده فايق هيقدر فالمدير الفني هو اللي يقول اللي يغير الترتيب الموجود من قبل فشفت بقى اللي ضايقني بقى ان هو اللعيب مسك الكوره بشكل قوي انا عايز اشوطها اللعيبه كلها بدات تروح له دي لما بتحصل للعيب بيحصل تشويش عند اللعيب اللي داخل هيشوط اصلا سواء هو اللي طلب يشوط او واحد تاني ومحمود متولي كان بعيد يعني هو راجل سايبه خالص فاللعيبه كلها قالت له لا محمود متولي اللي هيشوط لان هو اللي محطوط رقم واحد فعلا خدها محمود متولي وهو بيسدد كويس ضربات الجزاء اضاع الكوره دي بس هنا رايك او خبراتك الفنيه ان زميله اللي كان متمسك بانه يشوط ضربه الجزاء دي اثر عليه بالظبط ان الموقف ده كله ممكن يؤثر على اللاعب ويخليه يخرج عن تركيزه هي كانت ممكن يحصل حاجه بسيطه جدا من الجهاز الفني من بره ممكن برؤيه معينه طب شوط انت خلاص بس دي انا استبعدها طالما في واحد يبقى ده خطا فني من اللعيب جوه الملعب ما ينفعش ان هو يعمل كده عشان كده حصل انت دلوقتي شوشت على زميلك دخل ضربه الجزاء ضيعها انت ضيعت من زميلك التركيز بشكل كبير المهم انتهى الشوط الاولاني بتعادل 0-0 دخل الشوط الثاني الاسماعيلي خسر 2-0 انت متخيل ان موقف زي ده هيعدي على اللعيبه اللي جوه الملعب عمرهم هيقولوا له هيمسكوا طبعا في نقطه ضربه الجزاء دي هي دي السبب هي دي تحول المباراه هي دي بقى النقط الفنيه اللي جوه المباراه اللي محدش يقراها دي الفروق بقى يعني لما نيجي نتكلم في النادي الاهلي مثلا
لو حصلت حاجه ما بتشوفش ان المشهد ده بيحصل ان اللعيب يقول عايز اشوط والتاني يقول له لا هات مفيش في رولز ده دايما في قواعد يعني تم الاتفاق ان في عرف في النادي الاهلي ان لا في ترتيب مختلف دي حاجه دي سمه من سمات النادي الاهلي وده الاختلاف النادي الاهلي عن غيره وبعدين في احترافيه وفي اداء والمنتاليتي الموجوده نفسها اصلا في اللعيبه مختلفه دايما اللعيب بيجي هنا بيبقى اوريدي متسيستم على نفس النظام اللي موجود جوه النادي فعشان كده النادي الاهلي مختلف النادي الاسماعيلي احنا قلنا قبل كده ان هو مش هيقدر يكمل ليه مش هيقدر يكمل لان هو من بدايه الموسم كنت متوقع تراجع في لقائنا بيلعب بتشكيل ثابت ما عندوش دكه قويه وكمان مع رحيل المدير الفني بتاعه بقى في خلل كبير جدا انت دلوقتي المدير الفني على فكره ليه رحل ما هو برضه حاس هو عارف ان هيحصل خلل ما في وقت ما حتى لما جم يسالوه قالوا له انت هتقدر تحافظ على تصدرك للدوري العام قال لهم لا مش هقدر احافظ مباشره فده معناه ايه ان الراجل هو ليه مشي عشان عارف ان في حاجه مش هتوديه للاخر مش هتوديه للنهايه لا بس احيانا ما بيبقاش ده السبب احيانا بيبقى الامور ماشيه يعني هو كان ماشي فنيا كويس ممكن يكون عنده حساباته الماديه بقى كمدير فني يعني جاله عرض مغري بالنسبه له هو جاله منتخب ده هيعلي من اسمه بالظبط دي حاجه وبعدين هو لقى ان المقابل المادي جوه النادي طب ما الاسماعيلي عرض عليه مقابل اعلى ما وافقش ليه انت فاهم قصدي ايه هو عارف ان جوه المنظومه هو خلاص قعد وشاف ان في حاجه غلط في حاجه مش كامله يعني وبرضه ان النادي الاسماعيلي اللعيبه اللي كانت موجوده مش بالقوه الكافيه الحمد لله عندنا في صفوف النادي الاهلي الصف الاول زي الصف الثاني زي الصف الثالث بالكافيه عندك لعيبه قدرات عاليه جدا مين من المجموعه الموجوده في الاهلي حاليا اللي بتشوف انه مشابه جدا لقدرات كابتن شريف عبد الفضيل في انه كان بيلعب في اكتر من مركز سواء مساك او احيانا لو تم الاستعانه بيك كهاف ديفندر او لاعب وسط مدافع او باك رايت ظهير ايمن مين اللي شايف انه بيقدر يؤدي الادوار دي بكفاءه عاليه في الجيل الحالي ما هو احمد فيمكن احمد فتحي هو اقرب واحد ليا لان انا دايما هو كنا بنتقاسم الامور دي بشكل كبير جدا يمكن انا كنت اكتر منه شويه في ناحيه الشمال لان انا يحتاجوني باك ليفت لا انا العب اكتر من احمد كنت بجد فيها بشكل كويس اكتر كمان لكن بتشوف ان عنده القدرات دي انه يلعب في اكتر من مركز فتحي طبعا احمد فتحي من اللعيبه المميزه جدا يمكن انا هو دايما الناس بتشبهنا ببعض عندنا الحمد لله الاداء الرجولي والفنيات العاليه ونجيد اللعب في اكتر من مركز فدي وجد في كل الماتشات بالظبط يعني مفيش لحظات فيها تراخي خالص مفيش ما ينفعش او هزار في اي ماتش يعني. مفيش لازم يبقى في صرامه دايما لان انت بتلعب في حاجه ذو مسؤوليه ما يقدرش ان انت تقلل من قيمه المكان اللي انت فيه طيب مؤشرات الفريق الحالي شايف ازاي فريق الاهلي شايف اداؤه السنه دي مختلف ازاي عن المواسم اللي فاتت يعني في حاله من الرضا عن الفريق اعلاميا وجماهيريا والتحليلات للاستوديوهات الفنيه في كل الفضائيات الرياضيه بتقول ان الكل بيجمع على ان الاهلي مختلف خالص حتى مش عن المنافسين الموسم ده عن الاهلي المواسم اللي فاتت انه افضل ايه تحليلك للراي ده وايه اللي شايف ان الاهلي اضافه ما كانش موجود عنده المواسم اللي فاتت اولا يبقى كده نتكلم عن مجلس الاداره اضاف ثبات للمنظومه كلها ككل فدخل شعور بالايجاب للعيبه وللجهاز الفني الجهاز الفني كان مع قدوم الاداره الجديده كان بدا ان هو يتذبذب الى حد ما هنا بقى دور الاداره جه دخل بشكل قوي جدا عمل ثبات والثبات ده وصل للعيبه بشكل كويس قوي وصل للجهاز الفني بالتالي عاد بالايجاب على اللعيبه لما الجهاز الفني يوصل له الاستقرار ده فوصل بالايجاب للعيبه. نتكلم على الايجاب بشكل قوي جدا لان الكابتن حسام البدري ليه دور كبير قوي في اللي وصل له الفريق كانسجام لعيبه، كتكتيك لعيبه، كتحضير للمباريات بشكل كويس مع ضغط المباريات، انت بتتكلم في كل ثلاث اربع ايام بتلعب لك مباراه. عبد الله سعيد اهو اتعور الماتش اللي فات جاله شد اجهاد اجهاد من ايه؟ ما فيش لودة ما بياخدش فترات راحه كفايه او في ضغط عليه كلاعب طول الوقت فبدا اكيد الجهاز الفني لرؤيه في الحته دي ان هو يبدا يرحل ويدور اللعيبه تبدا تشارك كتيره ودي طبعا مش فايته الجهاز الفني اكيد بس هو عارف احنا برضه بنتدخل في نقط معينه دايما يقول لك ما يدور بقى ويريح لعيب ويريح مش عارف هو اضرب لعيبته هو ما ينفعش اجيب اربع خمس لعيبه احطهم مره واحده كده هعمل خلل في الفريق بس كنت بتسمعوا يعني نفس الانتقادات دي دايما والمطالب الجماهيريه والاعلاميه دي بتبقى موجوده مع كل جيل يعني متهيألي في جيلك من اللاعبين طول الوقت كنت بتسمعوا ده برضه هو في اعتماد على مجموعه اساسيه والتغيير في اضيق الحدود في اي فريق بطوله وبتسمعوا دايما المدير الفني ليه ما بيلعبش فلان او ليه ما بيغيرش واعتقد ان طول الوقت عندك في الست مواسم اللي لعبتهم مع النادي الاهلي او ست سنوات كنت شايف ان في نسبه كبيره من الثبات في الفريق وفي قوام الفريق يعني. ده حقيقي لان هو انا كمدير فني انا ليا رؤيه غير اي حد معلش يعني انا مع
اعرفش ايه، انا ما اعرفش مين اجهز لعيب عندي. انا كواحد مثلا في الشارع ما اقدرش اقول ان اللعيب فلان ده ما بيلعبش ليه. الجهاز الفني هو ادرى بلعيبته وادرى مين اجهز لعيب. انا ما ينفعش زي ما قلت لك ادخل اثنين ثلاثه لعيبه مره واحده في الفرقه. ادخل واحده واحده، يعني مثلا لعيبه ابدا ادخله يشارك في مباريات، بعد كده لعيب ثاني كان بعيد، عشان ما يحصلش خلل في المنظومه، في المنظومه داخل الملعب، منظومة الكرويه اللي هو الفريق كتيم، كده هيحصل فيه خلل. انا مش عايزين خلل ده يحصل. انا ما اجيش اقول مثلا، عشان كده انا بيعجبني الكابتن حسام في ايه، الاعلام كله بيتكلم لازم يتغير لازم تعمل، لا هو نفس التشكيل ليه؟ خلاص عشان ما يحصلش الخلل اللي بنتكلم فيه ده. فانا شايف ان الكابتن حسام ناجح بشكل قوي في الموضوع ده، والنادي الاهلي دايما. طب ما احنا عمرنا، انا مثلا بطوله افريقيا اللي خدناها دي في 2012 مع الكابتن حسام بدري، كنا بنلعب 12 لعيب وثلاثه على الدكه واربعه على الدكه، الباقي كله كان مصاب وفي ناس مش مسجله افريقيه. ما فيش لعيبه، اللعيبه كانت مشيت ولعيبه اتصابت ولعيبه موقوفه ولعيبه فجاه كان العدد اللي موجود في الملعب وعلى بالظبط كان اربع لعيبه اقل من العدد المسموح به في قائمه الدكه، ناقصه ثلاث لعيبه مش موجودين، مش مكملين السكور. فده انت بتتكلم ختمنا البطوله بالعدد ده من اللعيبه، ما كانش في لعيبه اصلا، ما كانش في حاجه بجد والله. يعني احنا العدد مشكله وقت ما الجهاز الفني يحتاج لتغييرات، مش مشكله في القوام الاساسي للفريق لو هو متكامل. بالظبط كده، لما كان بيحصل بقى الخلل هنا بقى كان الدور، يعني حتى الفرد اللي كان بيخش، اللعيب اللي كان بيخش كان بتلاقيه على قد المسؤوليه ولعيب جاهز. عندنا امثله زي اسلام محارب، وليد سليمان، بتنزل بتفرق بتغير المباراه 180 درجه. وليد سليمان ما شاء الله يعني جوكر، يعني بينزل اي مباراه، وليد مهما اتكلمنا عنه بصمته واضحه في اي وقت بيشارك فيه في اي مباراه. طب خليني اسالك عن المحترفين الموجودين حاليا في الاهلي، سواء بنتكلم عن اجاييه او معلول او باكا وطبعا وليد ازارو متالق، ويعني النهارده بقى هداف الدوري والكل بيتكلم عن انه مؤشراته اصبحت مقنعه للجميع، اما كان الاول الناس بتقول بيضيع فرص كتيره نسبه اهدافه قليله، هو رد بالارقام على ده. شايف ازاي مجموعه المحترفين الموجودين حاليا مع الفريق؟ خلينا نتكلم عن بدايه على وليد ازارو. انا من الاول خالص الناس كلها، انا اتفرجت على مباراه انبي، كنت في الاستاد ساعتها لما كسبنا 4، كنت موجود في الاستاد فتابعت وليد ازارو بشكل كويس. انا بقول لهم يا جماعه ده فقير متحرك، بيعرف امتى يتحرك، بيعرف امتى يخلق لنفسه فرص، سريع جدا بلغه الكره. احنا عندنا بنقول فرود هجام، وكمان مش فرود عشوائي، ده بيلعب يعني الناس اللي تحتيه بيريحها، بيعرف امتى يقطع وامتى يتحرك. نادرا قوي تلاقيه بيقع في الاوفسايد. يعني انا شايف ان وليد ازارو كم الانفرادات اللي بيروح بيها ده مش من فراغ، هو عارف امتى بيروح، وعشان كده بيوصل كتير قوي. الفرود على فكره نسبه التهديف عنده لو راح باربع انفرادات ممكن يجيب واحد من الاربعه او اتنين بكتير، ما يقدرش يجيب الاربعه. طيب هنكمل كلامنا عن المحترفين اللاعبين الاجانب الموجودين في الجيل الحالي من لاعبي الكره في النادي الاهلي، لكن علاقتك سريعا جدا، علاقتك بمحمد سمير كانت كويسه في النادي الاهلي؟ كان من اللاعبين المقربين لك الاصدقاء وعلى المستوى الفني؟ اه طبعا، محمد سمير انا لما جيت النادي الاهلي كان هو متواجد وكان بصفه اساسيه. محمد من اللعيبه الاقويه جدا، وكان انا زعلت من ان هو مشي اصلا من النادي الاهلي، لان هو كان من اللعيبه المميزه قوي. يعني محمد كان شويط وعارف مركزه كويس قوي، وكنا انا افتكر كان في مباراه كنا بنلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، انا اتكلمنا مع كابتن حسام بدر، قلت لازم محمد سمير يلعب المباراه دي، هو اللي هيشيلنا. هو معانا على التليفون كابتن محمد سمير، لاعب المقاولون ولاعب النادي الاهلي السابق وواحد من اللاعبين اللي زهماله الكابتن شريف عبد الفضيل في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن محمد. منور الشاشه حبيبي. بتكلم على فاندام بتاعنا. فاندام ازيك يا محمد، عامل ايه؟ وحشنا يا شريف. حبيبي حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي كله بخير والله، ومنور اشاريه دايما كده. متالق دايما يا محمد، وما شاء الله عليك عامل مباريات جميله، وبعدين ما شاء الله بقيت تحط فاولات دلوقتي. خلاص بقى، ما انت لا لا انت بتحط بطن رجلك معروف يعني. وبعدين قبل ما انت صح، انت جددت، مبروك عليك التجديد، وان شاء الله تبقى بدايه مواسم جديده عليك جميله باذن الله. مفتقدينك مفتقدينك يا شريف الملاعب. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك. كابتن محمد قول لنا ايه الاخبار، سعيد بتجربتك الحاليه مع المقاولون، اداء الفريق، انتوا كمجموعه من نجوم ولاعبي المقاولون راضيين عن ادائكم هذا الموسم، الارقام، تصنيفكم في الجدول، كمان رد فعل ادائكم والنتائج اللي بتحققوها على الجهاز الفني وعلى المدير الفني كابتن محمد عوده، يعني شايف التجربه ازاي حاليا مع المقاولين؟ والله بحمد يعني الى حد ما الحمد لله الامور كويس. التجربة طبعا مهمة جدا مع نادي جديد زي نادي المقاولين، نادي المقاولين منطقة كبيرة وناس محترفة بمعنى الكلمة. يمكن أنا بقولها دايما إن أنا لما خرجت من النادي الأهلي قليل جدا لما أنت تلاقي
نفس اللي بتشوفه في النادي الاهلي في حته ثانيه. ففي حاجات كتير جدا موجوده في نادي المقاولين كانت في النادي الاهلي بالظبط، منظومه متكامله عندهم كل الامكانيات والعوامل اللي تساعد على النجاح وتساعد على التحقيق. اه طبعا المقاولون من الكيانات المستقره اداريا في مصر والمنتظمه اداريا جدا. ده حقيقي من مجلس الاداره عموما طبعا من مجلس الفني بتاع النادي، امور مختلفه بالنسبه لنا. اعتقد ان الفرقه دعمت بشكل كويس جدا ودعمت بلعيبه كبيره ولعيبه عندها خبرات ولعيبه عندها طموح، ده مهم جدا في الكوره. وكان التارجت بتاعنا كلنا وكلام اللعيبه كلها في اول الموسم مع الجهاز الفني الناس كلها ان احنا لازم نحط نادي المقاولين في مكانته، لان نادي المقاولين بقاله فتره يعني مش في الصوره اللي الناس معتاده عليها من زمان. فاحنا كنا كلنا كل كلامنا ان احنا نحط نادي المقاولين اقل حاجه يبقى طموحنا كلنا المربع الذهبي. ويمكن بقى لنا بصوره كويسه جدا والنتائج الى حد ما متذبذبه الفتره الاخيره. يعني في تارجت معلن من بدايه الموسم للجهاز الفني واللاعبين، في هدف تم تحديده من مجلس الاداره، ولا الامور يعني التركيز والشغل الكويس اللي بيحصل في المقاولين ولكن مفيش تحديد لرقم معين او تصنيف معين مطلوب منكم في الجدول هذا الموسم، او ربما يعني درجه من درجات الاقتراب من اللقب يعني؟ لا لا، مجلس الاداره طبعا قعد معانا من اول يوم واتكلم معانا ان هو الجهاز الفني الموجود واللعيبه اللي موجوده دي باسمائها، يعني احنا مش هنقبل باقل من المربع الذهبي. ده كان كل كلام مجلس الاداره معانا لحد وقتنا هذا، ده كلام برضو الجهاز الفني واللعيبه. زي ما بقول لك اللعيبه كلها لو انت عديت هتلاقي اللعيبه كلها اسماء ولعيبه كلها لعبت اسماء كتيره وفي ناس كتيره خدت بطولات، فمتعودين دايما على ثقافه المكسب. فمش يعني اللعيبه كلها معتاده على الموضوع ده. فاللعيبه يعني مسموح اعلاميا تقول لنا المركز اللي كان محدد للفريق انه مطلوب منه ومن الجهاز الفني الموسم ده، ولا في مركز بس مش معلن او مش متاح انه يعلن اعلاميا؟ في مركز اتقال انه مطلوب منكم ما تقلوش عن المركز ده، ولا ده ما اتقالش من مجلس الاداره؟ هو ما قالش، هو ما حددش مركز، بس كل كلام مجلس الاداره ان يا جماعه مش هنقبل اقل من المربع الذهبي. اقل من المربع ده. هم الحقيقه الناس عاملين كل العوامل اللي بتساعد ان احنا نبقى موجودين في وده اللي احنا بنشتغل عليه طبعا. طيب كابتن محمد، التصنيف حاليا السابع برصيد 32 نقطة، هل في حافز عندكم تقربوا أكتر من المربع الذهبي الفترة الجاية؟ في شغل بيتعمل؟ الكابتن محمد عودة بيتكلم معاكم أنكم أقرب وعندكم مؤشراتكم الفنية والأرقام الخاصة بالفريق الموسم ده تؤهلكم المركز أكتر، بتقاتلوا للوصول إليه الفترة الجاية ولا لأ؟ أكيد أكيد طبعًا، إحنا شغالين الفترة اللي جاية، الماتشات اللي جاية كلها مهمة وصعبة والدور الثاني صعب جدًا. وإحنا بنسعى إن إحنا زي ما بقول لك ناخد كل ماتش بماتش، والثلاث نقط في السنة دي بالذات عن أي سنة بيفرقوا جدًا. انت ممكن تبقى في مركز بعيد تكسب ماتش تلاقيك قربت ثلاث اربع مراكز. فزي ما بقول لك احنا ناقصنا تقريبا 9 أو 10 ماتشات. احنا مركزين ان احنا ناخد كل ماتش لوحده بثلاث نقط مهمه، وان شاء الله على قد ما نقدر نحاول زي ما بقول لك ان احنا باذن الله يعني ندخل مربع زي السنه دي. ده طموح الناس كلها، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يعني يكرمنا في الحاجه اللي احنا عايزينها السنه دي ان شاء الله. موفقين ان شاء الله في التقدم لمراكز افضل وتحقيق نتائج افضل. عايز اسالك عن تجربتك مع جيل كبير جدا من النجوم، محمد سمير مع شريف عبد الفضيل مع اسماء كثيره جدا من نجوم ولاعبي كره القدم خلال وجودك في النادي الاهلي، فاكر التجربه دي ازاي وايه الحاجات اللي فاكرها دايما وما بتنساهاش عن شريف عبد الفضيل على المستوى الانساني وعلى مستوى الفنيات الخاصه بلاعب كره القدم؟ لا يمكن طبعا شريف يعني ممكن شهادتي تكون مجروحه فيه طبعا عشان هو موجود مع حضرتك. شريف طبعا يعني احنا اخوات، وزي ما هو قال لك ان هو دي النادي الاهلي وانا كنت موجود وطبعا كبير، وكان جاي طبعا كان صفقه كبيره، كان جاي من نادي الاسماعيلي صفقه كبيره، وزي ما بقول لك دخل معانا على طول واللعيبه كلها اللي كانت موجوده. يعني طبعا انا بصفه عامه انا طبعا يعني الحمد لله ان انا يعني كان من كنت صغير كان اتعلمت من كل واحد حاجه، اتعلمت من المجموعه كلها حاجات كتير، ازاي اتعلمت حصريه، اتعلمت يبقى عندي طموح دايما، ازاي ما اقبلش في حاجه اكتر يعني الا الاكثر. يعني طبعا في كلام كتير. هو الصوت بيبعد ويرجع، اكيد بنكلمك على هاتفك المحمول، ففي مشكله ربما فنيه، بعض الامور مش واضحه او بعض الكلام مش واضح، لكن احنا سعداء بمشاركتك معانا، نتمنى لك التوفيق في الفتره الجايه مع فريق المقاولون، تجربتك تكون ناجحه ان شاء الله، واستمرار للنجاحات اللي حققتها ومنها مرحله طبعا تواجدك في النادي الاهلي. محمد بشكرك جدا، كابتن محمد سمير لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب المقاولون حاليا، وطبعا واحد من زملائك اللي قلت انهم كانوا مقربين منك على المستوى الانساني كمان. ده حقيقي، انا محمد انا كنت بعتبره زي اخويا الصغير، واول ما دخلت النادي الاهلي كان في مجموعه كده الناس اللي هي الاصغر مننا سنا دول كنا بنعتبرهم
كلهم زي اخواتنا الصغيرين بالظبط، فمحمد كان واحد منهم وكان من لعيبه كويسه قوي، هو كان يعني يحق ان هو يستمر اكتر في النادي الاهلي، بس هو هي دي الاحترافيه وهي كره القدم كده، وما شاء الله عليه هو الفتره اللي فاتت مقدم اداء رائع مع نادي المقاولين العرب، بيحرز اهداف كتيره، بتكسب المقاولين العرب في وقت حاسم، وده مش موجود دلوقتي عند مدافع يعني مدافعين في الدوري دلوقتي قليل قوي ان تلاقي مدافع يقدر يحط فاولات بيحطها ببطن، لان محمد معروف ان بطن رجليه كويس قوي في التصويب بشكل كويس قوي، فاتمنى له ان شاء الله التوفيق وان شاء الله يعمل موسم رائع ان شاء الله مع نادي المقاولين. طيب هرجع لكلامي معاك عن المحترفين، شايف مين افضل محترف مصري هذا الموسم؟ ونكمل كلامنا سريعا جدا عن العناصر اللي اشرنا اليها، معلول وباكا ووليد ازارو واجاي. احنا قلنا ان ازارو انا كنت متنبئ له ان هو من الفراوده الاقويه جدا، والحمد لله ان هو اثبت ده مؤخرا بكثره الاهداف، هو هي دي بس اللي كانت تنقصه. عندنا اجاي نفس الكلام، من بدايه الموسم هو بادئ بدايه قويه جدا، عبد الله السعيد وازارو كان ما كانش موجود، فالحمد لله بدا يرجع، عشان كده بدات الرؤيه الفنيه حتى للجمهور بقى يحس بقوه النادي الاهلي وبشكله الجميل وادائه الرائع في الملعب بالربط مع اللعيبه دي في الملعب والتفاهم التام بينهم. عندنا باكا برده نفس الكلام، بدا الكابتن حسام يشاركه مؤخرا، يعني احنا خلينا ناخدهم بالتسلسل، انا شايف ان اكتر لعيب فيهم مفيد او ذو ايجابيه افضل محترف شايفه في الدوري الموسم ده هو وليد ازارو طبعا، ومعاه اجاي برضه، عشان هم شايفهم على مستوى واحد. اه بالظبط بالظبط، وشايف هل شايف المجموعه الحاليه كمان اميز من باقي المحترفين في الدوري المصري؟ يعني شايف العناصر الاجنبيه الموجوده في الاهلي لا في يعني بالمقارنه بالاخرين في على نفس مستوى المنافسه ولا هم اميز؟ خلينا دايما بيبقى النادي الاهلي اكتر، لان هو برضه الشو عليه اكتر وهو متشاف اكتر، في لعيبه ثانيه ممكن بتبقى في نادي برضه ما فيش السبورت القوي ليه ان هو يظهر، بس في لعيبه افارقه كويسين قوي، بس خلينا نتفق ان اللي موجودين دول على اعلى مستوى. طيب هسالك سريع جدا واحنا بنختتم الحوار ده عن اظرف موقف حصل لك خلال تجربتك كلها مع النادي الاهلي، اجمل موقف، اطرف موقف حصل مع حد من اللاعبين اللي كانوا غاويين مقالب هزار دعابات، يعني حد زي بركات وغيره من اللاعبين اللي غاويين كامله، هو دايما اللي واصعب موقف او لحظه مريت بيها خلال فتره وجودك في الاهلي. هو يعني خلينا نختم بالحاجه اللي دماغك دي، خلينا نقول اصعب موقف بسرعه الاول، هو اصعب تجربه مريت بيها احداث بورسعيد، دي اصعب تجربه عديناها، يبقى هنمر عليها سريعا، مش عايزين موقف بقى اللي عمري ما انساه بتاع محمد بركات، قلت له انت لو جبت جوال في الماتش ده، احنا كان اخر ماتش في الدوري العام كان معانا مستر مانويل جوزيه، كنت بلعب ليبرو الماتش ده فمستر مانويل جوزيه قال لي، هو حصل موقفين، الاولاني ان مستر مانويل قال لي انت مش هتجيب جوان بدماغك، قلت له هجيب ان شاء الله، فعلا الماتش ده انا جبت جول بدماغي. تاني حاجه في نفس التمرين بركات قال لي، قلت له يا بركات انت لو جبت جول بكره انا هجيب جول وانت هتجيب، بس انا لو انت جبت انا هعمل فيك حركه مصارعه. فعلا بعد ما جاب هو جول كنت جاي ماسك حاطه تحت كده وطاير بيه ونازل بوشه على الارض، ده احتفال بالجول. اي احتفال بركات قاعد 10 دقايق يتصاب يكسر، قعد 10 دقايق يلف حواليا في الملعب والله دايخ. ما هو بركات اصله كمان بدنيا مش حملك، يعني مش حمل الكلام ده. عموما واضح ان التجربه كانت غنيه جدا، ولسه في تفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم عنها في الفتره الجايه، هتتكرر اللقاءات ان شاء الله، وبنسعد بيك دايما معانا على شاشه قناه الاهلي وفي برنامج الاهلي في كل مكان. هتتجه لايه في الفتره الجايه او بعد اعتزال كره القدم كلاعب محترف؟ ايه المجال اللي بيستهويك اكتر؟ وهل هو مجال مرتبط بالرياضه وكره القدم، ولا هنلاقي شريف عبد الفضيل مركز اكتر على مجال عمل تاني خالص؟ لا هو اوريدي انا عندي مجال عمل تاني موجود الحمد أكيد لله. مرتبط طبعا اكيد طبعا، انما طبعا انا مش هقدر اخرج من الكارير بتاعي ان هو مش هقدر اخرج عن كره القدم، انا اكتر ان شاء الله هتجه للاعلام بشكل كبير ان شاء الله، وبرضه هيبقى فيه تدريب برضه باذن الله. يعني ممكن تمشي في الاتجاهين، والاتجاه اللي تنجح فيه اكتر تكمل فيه، ولا بتفكر تمشي في اتجاهين بالتوازي؟ لانه بيبقى صعب ان مدرب في نفس الفتره يكون متولي فريق او ماشي في كارير التدريب ويكون بيشتغل في التحكيم. دي بتبقى يعني دي غير دي خالص، يعني دي انت بتتجه للاعلام في وقت معين، وممكن تقدر تشتغل التدريب في وقت معين، وممكن ترجع تاني للاعلام. هتستكشف بقى الفرص في المجالين دول بالظبط، والطريق اللي هتمشي فيه اكتر او تحقق فيه نجاح اسرع ممكن تركز. وعندك الناحيه الاداريه برضو ان شاء الله برضو موجوده، برضو بفكر فيها. حاجه يا كابتن شريف، لا ما لازم كل الحاجات اللي لازم دايما في الكارير انا جاهز لكل حاجه، لازم تاخد، وبعدين ان شاء الله مش هاخدها من فراغ، انا بحب دايما اتعلم ولازم استفيد واخد خبرات مهما كان اسمي. لا محتاج، انت بتشتغل في كارير تاني خالص، الكارير بتاعك دوت
انت خلصت منه مرحله ان هو كنت لعيب انت داخل على كارير تاني خالص محتاج انت تاخد شهادات وتتمرن هتاخد شهادات ودورات تدريبيه يعني هتركز طبعًا. الحمد لله اصلا بدات اخد شهادات تدريب وحاجات ان شاء الله هاخد حاجات دبلومه في الاعلام كمان باذن الله وحضر توفيق ان شاء الله وان شاء الله دبلومه في الاداره برضو باذن الله نشوفك من الكوادر الناجحه جدا واستمرار النجاحات اللي حققتها كلاعب في النادي الاهلي تستمر مع نجاحات اخرى بيحققها ابناء النادي الاهلي في كل مكان اشكرك جدا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا كابتن شريف عبد الفضيل اشكرك شكرا جزيلا شكرا انا سعيد جدا بوجودي معاك احنا سعداء بوجودك معانا النهارده بنشكر نجمنا الكابتن شريف عبد الفضيل وفقراتنا مستمره مع حضراتكم مزيد من الحوارات مع نجوم سابقين في النادي الاهلي مع اعلاميين رياضيين مع نقاد رياضيين النهارده عندنا موضوعات لسه قدامنا كثيره جدا للحوار من خلال هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان فاصل ونعود